الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تشبيه شخص بشخص آخر كأن تقول له أنت شبيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله، هذا فيه تفصيل. فأما إن كان يقصد مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وتعبده فهذا لا بأس بذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في عباداتنا قولية كانت أو عملية أن نتشبه به وأن نتابعه، بل جعل الله عز وجل العمل الذي خولفت فيه المتابعة عمل باطل، جعله الله عز وجل عملا باطلا. ولذلك في أحاديث كثيرة ربما يقول الصحابي: ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، يقصد بصلاته يعني، كما قالها أبو هريرة قال لما صلى بأصحابه قال بعد الفراغ من الصلاة: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالها مرة أيضا أبو هريرة كما في سنن النسائي بسند صحيح من حديث سليمان بن يسار قال: قال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. فإذن إذا كانت المشابهة في أمور التعبدات فلا جرم أن هذا لا حرج فيه ولا بأس، بل هو شرط من شروط صحة الأعمال، فأن تكون صلاتنا شبيهة بصلاته، أن تكون زكاتنا شبيهة بزكاته حتى يتحقق فيها شرط المتابعة. الأمر الثاني أو التشبيه الثاني: التشبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض خلقته البشرية، كالتشبيه به في صوتك أن تقول: والله صوت هذا يشبه صوت رسول الله، أو وجه هذا يشبه وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو منكب هذا يشبه منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مشية هذا تشبه مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المقصود بالمشابهة المشابهة في أحوال الجسد أو حركات الجسد أو صفات الجسد فهذا لا بأس به إن شاء الله، فإنه بشر مخلوق مما خلق منه البشر، فقد يتفق معه بعض البشر في بعض الصفات، وربما يعني وقد ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يشبه الحسن أو الحسين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشبه بعض التابعين به، فكل ذلك أمر لا بأس به، فهو بشر مخلوق من جملة ما خلق منه البشر من أب وأم، ففيه الصفات الوراثية التي ربما يشابهه فيها أبناؤه أو بعض أقربائه، إما في صفة مشيته أو صفة كلامه أو صفة نظراته أو صفة عينيه أو صفة جبهته أو جبينه أو وجهه أو صفة جسده. وهذا معروف أن الاتفاق بين الأقارب بسبب العوامل الجينية الوراثية هذا أمر لا يؤثر في يعني لا يؤثر في صحة أو لا يكون سببا في قلة الأدب على النبي صلى الله عليه وسلم، كونك تقول والله وجه هذا يشبه وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس به لا بأس به. ولكن أنتم تعرفون أن هذا في حق من كان يرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى صفاته، وأما في الأزمنة المتأخرة فإنما نقرأ صفاته صلى الله عليه وسلم مجرد قراءة في الكتب، وأنتم تعرفون أن القراءة ربما لا يستوعب فيها أو منها الإنسان الصورة الكاملة كاستيعابه بالرؤية، وكما قالوا ليس الخبر كالمعاينة فإذا كان التشبيه به في أمر تعبدي فلا بأس به، بل هذا من كمال بل هذا شرط من شروط قبول العمل، وإذا كان التشبه به في أمر جسدي في أمر ظاهري بشري لا بأس بذلك أيضا. وأما الحالة الثالثة فهو أن يشبه به فيما هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر لا يجوز، كون والله يقول هذا يجوز التبرك به مشابهة بجواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا يجوز، أو أن يضفى عليه شيء من صفات النبوة تشبيها له بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا أمر لا يجوز، أو أن تضفى على أحد من البشر صفة العصمة تشبيها له بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا يجوز، فإن الله عز وجل لعلو رتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خصه ببعض الخصائص التي ينفرد بها هو عن سائر البشر عن سائر أمته، لا يجوز للأمة أن تقتدي به فيها ولا أن تتشبه به فيها. فإذا التشبه به فيما كان يفعله من صورة العبادات هذا شرط من شروط صحة العمل،
الحالة الثانية كون الإنسان يشبهه في بعض صفاته الخلقية أو الخلقية، هذا لا بأس به كذلك. والأمر الثالث أن نتشبه به فيما هو من خصائصه التي اختصه الله عز وجل بها، هذا أمر لا يجوز. وبهذا التفصيل لعل الحال تتضح بإذن الله عز وجل، والله أعلم.